لو الحكاية فيها إن فيتو. أيوة طبعا، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولما تكلم الله تعالى عن قوم بعينهم وهم قوم موسى، لما جاءوا إلى موسى يريدون أن يستسقون، فقال الله تعالى، هم يصلون صلاة الاستسقاء، فقال الله تعالى: يا موسى إن هناك رجل منكم يعصيني منذ 40 عاما، ومنه منعتم المطر من أجل ذنب قد أذنبه. يعصي الله تعالى منذ 40 عاما، منع المطر 70,000 من أجل واحد منه يعصي الله منذ 40 عاما. يا موسى لا ينزل المطر إلا إذا خرج هذا الرجل منكم. فقال موسى لقومه: إن هناك رجل يعصي الله منذ 40 عاما، ولم ينزل الله المطر إلا إذا خرج هذا الرجل. فاستحى هذا الرجل من نفسه وتاب إلى الله، فإذا الله تعالى ينشئ السحاب الثقال، وإذا بالمطر ينزل. فنادى موسى ربه وقال: ربي لم يخرج ولكن المطر نزل. قال: يا موسى الذي منعتم المطر من أجله قد رزقتم المطر من أجله. بعض الناس يظن أن الرزق يكون في المال فقط، لا والله، الرزق يكون في البركة والصحبة الصالحة والولد الصالح والزوجة الصالحة. لما دخلوا على أبي كلابة رضي الله عنه رحمه الله وجدوه لا زوج له ولا مال له ولا ولد له، وهو يقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده.